سب الدهر، سب الزمن، سب الأيام، سب الليالي، اللعن. عندنا إذا كان يعتقد أن الدهر هو المؤثر بذاته هذا شرك أكبر، وهذا اعتقاد أهل الجاهلية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وإذا كان يسب الدهر لأنه محل للشيء الذي يكره هذا سفه في العقل، محرم ونقص في العقل. يقول لزوجتي أسود يوم في حياتي يوم التقينا، والله ما أنسى هذا اليوم، يوم أسود، ما في عندنا يوم، كل أيامنا بيض والحمد لله. هذا محرم وسفه ونقص. إيش علاقة اليوم بالزوجة؟ يقول لها أسود يوم في حياتي يوم التقينا. الثالث خبر محض، يقول هذا اليوم شديد البرد، هذا اليوم شديد الحر، هذا يوم عصيب جائز. إذن إذا اعتقد أن الدهر هو المؤثر بذاته الشرك أكبر. اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المصرف والآمر والمقلب للدهر، لكن سب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره سفه ونقص في العقل، محرم، خبر محض جائز، هذا يوم عصيب.